هددت مجموعة تطلق على نفسها اسم قوى الثورة المجابهة والداعمة بمدينة درنا، هددت باستخدام القوة واستهداف الشركات الاستثمارية والخدمية التابعة للسلطات التونسية في ليبيا، وحملت المجموعة الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن السجينين حافظ الضبع وعماد اللواج، والذين سيسلمان لدولة أخرى بحسب ما جاء في بيان المجموعة. يأتي ذلك بعد وقفة احتجاجية نظمها أهل السجناء الليبيين المحتجزين في تونس، نددوا فيها بوقف وزير العدل موقف وزير العدل التونسي الذي رفض استقبال لجنة موفدة من قبل وزارة العدل الليبية وتأجيل الاجتماع المخصص لبحث أوضاع السجناء الليبيين في تونس إلى أسبوع آخر. وحول الموضوع ينضم إلينا من درنا مفتاح الضبع أحد أهالي السجناء في تونس. سيد الضبع، في الأول لو تحدثني عن مطالبكم بالتحديد هنا. السلام عليكم سيد الضبع. نعم معك. تفضل. السلام عليكم. أولا أود أن أصحح أن اللي تهدد الآن ليست مجموعة، إنما هم ثوار قادوا المعارك في جميع أنحاء ليبيا. ثوار تحت نعم المسمى ثوار. نعم، قادة الكتائب من الثوار. نعم، والمسمى الكتائب صحيح، الكتائب التي حررت مطار طرابلس وشاركت في معركة بنغازي، معركة الكوبري، وشاركت في معركة جدابية، وشاركت في معارك الرجبان، ونزلت إلى وادي الأتل والسهل، وشاركت في معارك صبراتة وسرمان. طيب، وشاركت في معركة عروس. طيب سيد الضبع، هل أفهم منك؟ هم القادة. نعم الذين الآن وقفوا وقالوا للأهالي، لأن نحن الموضوع السياسي انتهى، والآن موضوعنا نحن كثوار. سيد الضبع، هل تستمع لي الآن؟ نعم. طيب، أنت تحدثت عن أن هذه المجموعة هي من الثوار، ولكن أسألك، هل بالفعل هي تحت اسم قوة الثورة المجابهة والداعمة بمدينة درنا؟ أي نعم، أي نعم، هذه قوة ثورة المجابهة. المجابهة هم الثوار، والداعمة هم المجتمع. ولعلكم رأيتم في الكادر أثناء إصدار البيان، تعمدنا حتى القادة العسكريين خلعوا الملابس العسكرية ووقفوا بملابس مدنية وقفوا. طيب إلى سيد الضبع، حدثني عن مطالبكم أنتم ومطالب أيضا. ليس أنا مطالب، نحن كأهالي، أنا والد السجين. أولا القصة هي قصة السجين واحد، هم اثنين سجناء. لما كان الموضوع سياسي معروف، هم اثنين سجناء اللي هو حافظ الضبع وعماد مفتاح، وعماد مفتاح اللواج. نعم. الاثنين هذوم طبعا بأمر من الطاغي أيام في شهر 5 أنهم يبقوا، ولفقت لهم تهم، ونحن لما لفقت لهم تهم كانوا حيحكموا بالإعدام. طيب، هل تطالبون بالإفراج هنا عن السجينين؟ نعم، تطالبون بالإفراج؟ لا، نحن لا نطالب، نحن المطالبة انتهى الآن. نحن نفتك ابن حافظ بالدرجة الأولى، لأن حافظ من مدة 10 أيام ثبت لدى الليبيين أن اختطف من السجن. القضية أكبر من أن نحن نطالب. طيب، إذا كنتم لا تطالبون الآن، إذا هل ستقومون بأفعال؟ أفهم منك؟ نعم نعم نعم، ليس نحن أهالي الثوار، هم كما يقولون بالأهالي، والدولة الليبية الآن، الدولة الليبية تحت يدها مستند رسمي بأن حافظ اختطف من السجن المرناقية. الموضوع التأجيل هذا لكي يلعب لعبة قذرة. نحن كتبناها مع احترام يعني للمشاهد، قلنا اللفظ هذا، أو الثوار قالوا اللفظ هذا، لأن في لعبة. طيب، إذا كنتم لا تريدون أن تطالبوا ولا تريدوا أن تتحدثوا مع المسؤولين في الدولة، طيب كيف ماذا ستفعلون؟ أنا أعطيك بالضبط يعني ماذا سيفعلون. هذه يسأل عليها رئيس المؤتمر، رئيس الحكومة، والسيد وزير العدل. ولكن نحن لدينا من ضمن اللجنة السيدة سعاد اليعقوبي، لما تحركت غازي تحركت بشكل فردي واشتغلت بشكل رائع حقيقة. هل أفهم منك بأنكم تلوحون بالقوة هنا؟ رئيسة مصلحة السجون السيدة فريدة، واستطاعت أن تتحصل منهم على مستند رسمي يثبت أن حافظ مختطف الآن رسميا فيما بيننا. الآن حافظ مختطف، ولكن نحن عيوننا عليهم، اتضحنا أنهم أحالوه للمهدية. المشكلة ليس في أن نحن نطالب، المشكلة في أن الآن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى صرح ببيان خطير، قال الآن نحن كتونس جعنا
تعليمات من دولة غربية تمنع تسليم حافظ إلى ليبيا حسب الاتفاق المتفق عليه، والدولة هذه الآن أخذت منا الملف، والملف ليس الآن في يد السلطات التونسية، وقال بالحرف الواحد إذا كان الرئيس التونسي أعطاكم. نعم سيد الضبع، هل تواصلتم مع اللجنة التي تم إفادها هناك؟ هل تواصلتم مع اللجنة الموفدة من قبل وزارة العدل الليبي؟ نحن على اتصال بها بكامل السيدة سعاد، يعني أنتم لو نسقتم معي لكنتم تتصلوا بها، لدينا قدمت تقريرها، والسيد رئيس اللجنة قدم تقريرها لوزير العدل، والآن طيب. الآن الأمر لابد من أن يستدعى السفير التونسي، لابد أن يتم أمر حاسم بالنسبة لنا الثوار، ليس لهم شيء إلا أنهم الآن يقاتلوا. نظرا لضيق الوقت أكتفي بهذا القدر. مفتاح الضبع أحد أهالي السجناء في تونس، شكرا لك.